بس كارت كده. بص بص كده يا شباب، في حاجه بره هنا كده شغاله معانا اهي، تمام؟ مسافه اهي، في مسافه بين دي ودي، في مسافه بين دي ودي، مسافه بين دي. بيقول لك ان اي اليمنت عندك لو عملت كليك يمين انسبكت اي اليمنت، مش من الدب بس، سواء الدب سواء الايمج سواء البراف سواء الفورم سواء كده، لو وقفت عليه كده هتلاقي البوكس اللي ظهر ده، ده بنسميه بوكس مودرنج. بنسميه ايه؟ بوكس مودرنج. بيقول لك البوكس مودرنج لما بتستخدمه بالطريقه الصح بيديك ستايل كويس. لما يديك تستخدم البوكس مودرنج بالطريقه الصح يديك ديزاين كويس. ايه البوكس مودرنج؟ بيقول لك اول حاجه عندك البوردر والبادنج والمارجن. بوردر وبادنج ومين؟ ومارجن، هما ثلاث حاجات. البوردر وعرفناه، الاطار الخارجي. طب ايه البادنج؟ ايه المارجن؟ البادنج بيقول لك البادنج اللي هو بعد الكلام او المحتوى عن الاطار. هو فين الاطار؟ مش احنا جايين البوردر دي معروفه، ده البوردر صح؟ ده اللي هو مين؟ البوردر. ادي اول حاجه في البوكس مودرنج. البوكس مودرنج ثلاث حاجات اهو. اول حاجه البوردر اللي هو ده. طيب تاني حاجه بيقول لك حاجه اسمها بادنج. لو انا جيت للاتش 1 وقلت له بادنج، في عندك بادنج توب، بادنج ليفت، بادنج رايت. لو انا قلت له بادنج توب 20 بكسل، انتوا لاحظوا ايه اللي هيحصل عندي؟ عمل بادنج، بعد المحتوى عن الاطار من فوق 20 بكسل، هو ده اسمه البادنج. يبقى البادنج بعد المحتوى عن مين؟ الاطار الخارجي. في حد مش عارف البوردر يعني ايه؟ البوردر الاطار الخارجي. البادنج بعد المحتوى عن الاطار الخارجي، لان ممكن يكون المحتوى مش كلام، ممكن يكون المحتوى صوره صح؟ يعني انا مثلا لو اتش 1 دي كنت جواها صوره او دفايه جواها صوره، تمام؟ يبقى بعد المحتوى عن مين؟ عن البوردر. طيب يبقى البوردر مفهوم، البادنج مفهوم، بس انا كتبت بادنج ايه؟ توب. قال لك ما هو ده ما في توب اكيد في مين؟ باتوم، اكيد في رايت، اكيد في مين؟ ليفت. بس تكتب هنا ليفت، تكتب هنا باتوم، تكتب هنا مين؟ ليفت ورايت وباتوم، وهنا مين قاعد مين؟ رايت. قول له 20 20 20، راح يسيب لك 20 من جميع النواحي، 20 من هنا، 20 من هنا، 20 من هنا، 20 من هنا، واحد يقول لي ما سابش 20 من الناحيه دي، لو الكلام اكتمل لحد هنا هيسيب 20. خلاص كده؟ ده بالنسبه فقال لك بدل ما تكتب ثلاث سطور على بعض، فقال لك في شورت كات ليهم، اعمل كومنت هنا واكتب كلمه بادنج. كلمه مين؟ بادنج بس. بادنج اول ما تكتب بادنج بيقول لك بص الرقم الاول الطوب، عارفين عقارب الساعه؟ بيمشي مع عقارب الساعه، اول رقم الطوب، بعد كده اللي هو الرايت، بعد كده الباتوم، بعد كده الليفت، بعد كده الطوب. طوب يبقى اربع اتجاهات، واحد اثنين ثلاثة أربعة. جالك أول رقم ده خاص بمين؟ بالطوب. الرقم الثاني 50 بكسل خاص بمين؟ بمين؟ بالرايت. بعد كده 10 بكسل خاص بمين؟ بالباتوم. 30 بكسل خاصين بمين؟ راح ساب هنا فعلا القيمة اللي أنا حاططها له، بدأ من الطوب 20، بعد كده ساب هنا 30، بعد كده هنا ساب 10، حتى 10 صغيرة أهي، بعد كده ساب كذا. بيقول لك لو هم كلهم شبه بعض اكتب 50 كده، يروح يكررهم في جميع النواحي، توب ورايت وباتوم وكذا. بص طب خلي 50 من هنا، 50 من هنا، 50 من هنا، لو كلهم شبه بعض اكتب كام؟ 50. طب انا عايز من التوب 50 ومن جنب 40. قال لك لا، بص تيجي هنا كده، لو انا كتبت رقمين قال لك دي شامله التوب والباتوم، دي شامله مين؟ الرايت والليفت. ايوه بص هو بص بيعمل ايه؟ اول رقم التوب، ثاني رقم الرايت، ما لقاش الرقم الثالث ياخده من ده، ما لقاش الرقم الرابع ياخده من مين؟ من ده. طب انا لو كتبت كده 0 0 0 بيكس 0 بيكس، معناه ايه بقى؟ معناه ان من التوب فيه، من الرايت فيه، من الباتوم ما فيش، من الليفت ما فيش. اعمل كده فعلا هيديك من ايه؟ هيديك من هنا، من هنا، من تحت، من الجنب دي ما عطاش. دي اسمه مين؟ البادنج والبوردر. في مشكله فيهم؟ بيقول لك انت لما بتستخدم بادنج كده مع تعالى نزوده بقى 50، نخليه 50 في جميع النواحي، 50 في جميع النواحي كده، يكرر في كل نواحي 50. بيقول لك لما تستخدم هنا البادنج
وتخلي البادنج بتاعك كويس، وبعد كده تستخدم المارجن اللي احنا لسه هنتكلم عنه، وتستخدم البوردر بشكل كويس يديك ستايل كويس، على عكس لو انت كنتش مستخدم اي حاجه من دول يديك شكل ملوش اي لازمه. تمام؟ طيب ده بالنسبه للبادنج. في حاجه خاصه بقى بالمارجن، برضه في مارجن توب، في مارجن ليفت، في مارجن الاختصار بتاعها. برضه الرقم الاول للتوب، الرقم الثاني من الليفت، الباتوم الليفت معايا ظبطت، توب رايت باتوم مين ليفت. لو انا كاتب كده 20 بكسل كده معناه مارجن 20 من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. طب ايه هو المارجن اساسا؟ بيقول لك المارجن هو بعد الاليمنت على اللي جنبه. لا قلت لي كده، بعد الاليمنت ده على اللي جنبه من فوق، على اللي جنبه من الجنب، على اللي جنبه من الناحيه دي، بعد الاليمنت على اللي جنبه من النواحي بتاعته. فلو قلت له مارجن 20 بكسل كنترول اس اعمل فريش، راح اعمل مارجن كذا، تعال نزود كده نخليه 200، بجيب بعد على اللي جنبه بمقدار كام؟ 200. بعد هنا سقف 200، من هنا 200، من هنا 200، من هنا 200. طب انت لو كنت جايل له باتوم 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 بقى مارجن باتوم، هيسيب 200 بكسل من على اللي جنبه من تحت، اللي هو بعد الاليمنت على اللي جنبه. لو انا عايز ابعد اثنين عن بعض شويه اديهم مارجن. في مشكله في كده يا شباب؟ بوكس موديل كده مفهوم؟ هنبدا نستخدم الحياه دي كلها. خلاص؟ تعال ناخد اهم حاجه هنكتبها على السبوره، من اهم الحاجات في السي سي اس، او مش هي مش اهم حاجه، من اهم الحاجات. اللي ما فهمش مارجن كده كده كل مره هنيجي انت كده بتكتب مارجن. لو انا عايز ابعد الليمت عن الليمت هديله ايه؟ مارجن. لو عايز اخلي المحتوى يخش في النص شويه كده اقول له ايه؟ بادي. حاجه اسمها مين؟ فلوت، عائد، زي اللي قال الراجل ده، عائد. فلوت، عائد. عائم. الفلوت دي بدأوا يستخدموا الفلوت دي في تقسيم الصفحات، في تقسيم مين؟ كانوا في الأول يقسموا التيبل، طلعوا التيبل ده ملوش أي لازمة، بدأ إن هم بعد كده فضلوا من 2010 لحد قريب جدا، لحد الآن برضه الناس بتقسم الويب سايت باستخدام الفلوت، الويب سايت نفسه باستخدام الفلوت، لو رحت على الدبليو سي سكول ده متقسم بالفلوت. ده واخد فلوت رايت ليفت، ده واخد فلوت رايت، ده واخد فلوت كده. لو انت عايز تحرك الايمنت كده هتودي كده تحطه في الحته الغاليه، ده فلوت. هنشوف الفلوت استخدامه ايه. الفلوت ده تقدر تقسم السايت بتاعك باستخدام الفلوت بس، ولا تستخدم بوزيشن ولا اي حاجه ولا بتاع، هو فلوت. فالفلوت دي من اهم الحاجات اللي ممكن تاخدها في السي اس اس، ان انت ممكن تقسم الويب سايت باستخدام الفلوت بس، تعتمد على الفلوت. بعد ما ظهرت حاجه اسمها فليكس خلت استخدام الفلوت يقل شويه، بس برضه استخدام الفلوت موجود. ليه؟ الناس الفليكس الديسبلي فليكس اللي احنا لسه عجناها اساسا، الديسبلي فليكس لسه ظاهره، بعض البروزات مش بتسبورتها، مش بتعرفها، بعض الناس الديفلوب الديزاينر مش فاهمين الطريقه بتاع الفليكس، الفليكس صعبه شويه في استخدامها، الفلوت سهله، الفليكس الديسبلي فليكس يعني بص يعني عايز واحد يكون ايه دماغه حلو شويه او فاهم شويه، لما ناخد الاثنين هتعرف الفرق، بس الفلوت من الحاجات اللي هتنقذك. تمام؟ طب تعالى اشرح يعني ايه فلوت بقى، مره نقول فلوت واهميتها ومش اهميتها، يمكن انا اول بروبلت اجي عندي اقول لك ايه؟ ها؟ حاجه مهمه ايه؟ ديمو 6 اتش تي ام ال، اقول له اتش تي ام ال 5، تعالى هنا نعمل ديف ونديها كلاس بوكس 1. وتعالى ندي ديف هنا كلاس الت شيفت 2 كلاس بوكس 2. اسال سؤال بقى للناس، هو انا لو عايز ادي خصائص مشتركه بين ده وده هتعمل ايه؟ ممكن نعمل حاجه كويسه كده، نقول له بوكس 1 ايه ده؟ نقول له ايه؟ دوت بوكس 1 و معاك و دوت بوكس 2.
ده بنسميه حاجه اسمها جروبنج، حاجه اسمها او حاجه ثالثه. تعال ادي للكلاس ده كلاس اسمه بي وندي كلاس اسمه بي. ايه ده؟ يعني انت ممكن تدي للديف اكتر من كلاس؟ قال لك اه. يعني الديف الواحده دلوقتي فيها كام كلاس؟ كلاس وكلاس، تيجي جنبها وتعمل مسافه، تدي كلاس ثاني، تدي كلاس ثاني، ده هيبقى فيه سي اس اس وده هيبقى فيه سي اس اس. مش فاهم حاجه، اقول لك تعالى كده. لو انا قلت البي باك جراوند كلر اللون ده وقلت له بوردر سوليد كده يتطبق على مين؟ كل اللي واخد كلاس مين؟ بي. طب لو عملت كده ما انا كاتب دوت بي، مش كاتب دوت بي؟ معلش انا اسف دوت بي. طيب لو انا كتبت كده دوت بوكس 1 وكتبت الهايت بتاعها 200 بكسل كده يتطبق على مين؟ يتطبق على مين؟ كل اللي واخد بوكس مين؟ 1. لكن كده كل اللي واخد مين؟ بي. تعالى هنا نقول له ايه؟ تعالى ناخد الهايت دي على جسمك هنا. انا هخلي دي اللي مختلفه. اللون هنا بوكس 1 تبقى كام؟ اللون الريد. ودي بوكس 2 اللون اليلو. تعالى نشوف كده. ده هيتطبق على مين؟ الاثنين هياخدوا بوردر وهياخدوا مين؟ سوليد، لان هما الاثنين مشتركين في نفس مين؟ الكلاس. ورحت جيت عملت كلاس ثاني اسمه بوكس 1 وواحد ثاني اسمه بوكس مين؟ 2. بوكس 1 هياخد اللون الاصفر، البوكس اللون الاحمر، البوكس 2 هياخد مين؟ اخلي ده بوكس 2 بقى. ده بوكس 2. اعمل فريش. انا ما فتحتش الصفحه اساسا. دخلت بوردر ودخلت بوردر عشان انا اعطيتهم كلاس مشترك. لما تلاقي خصائص مشترك روح اديهم كلاس مشترك. ولو عايز تفرق بينهم بالالوان اديهم كلاس تاني تفرق بينهم. يبقى لو خصائص مشتركه ابدا اديهم كلاس مشترك. في مشكله في الموضوع ده؟ طيب. ايه؟ كتبت حاجه والدف؟ عملت كده؟ وعملت ايه بقى؟ غيرت الكلر؟ الكلر بتاع الفونت اللي حطيته فين؟ مره حطيته في مين؟ حطيته مره في البي. طب انت اللي هتقولها بقى. او قلت له الكلر وقلت له هنا اللون الابيض وهنا قلت له وايت الكلر اللون الاقوى وهنا اللون الاخر. يطبق نو؟ يطبق اخر واحد الجاي صح؟ اللي هو ده ولا ده؟ ما هو ده كلاس وده كلاس وده كلاس. الكلاسات كل كتب متشابهه حتى لو الكلاس اسمه مختلف. ما انت قصدك عشان ده اسم وده اسم صح ولا ايه؟ لا، ياخد ما هو قوه الكلاس زي قوه الكلاس بالظبط. هما الاثنين قوتهم واحد، فيروح ياخد اخر مين؟ اخر واحد اللي هو يخلي اللون بتاعه اقوى، يخلي ده اقوى وده اقوى. خلاص كده فهمت؟ طيب احنا اللي احنا عايزينه بعد اذنكم بالحاجات المعلومات اللي خدتوها معايا، عايز الدف ده يجي جنب الدف ده. اعمل ايه؟ عايز ده يجي جنب ده. ديسبلاي ان لاين بلوك. اصل انا لو عملته اون لاين ولا يفهم هايت ولا يفهم ويدز هيصغر صح؟ فكنا بنعمل الديسبلاي بتاعه مالهم؟ اجعل المشترك بينه واقول له الديسبلاي ايه؟ اون لاين بلوك. اول ما اقول له اللاين بلوك اللي حصل خد الهايت وانا مش حاطط الويتس، فالويتس خد على حسب مين؟ المحتوى. بس لو في الحاله دي حاطط ويتس يقبل ولا ما يقبلش؟ يقبل ويتس صح ولا لا؟ لان الديسبلاي اللاين بلوك يقبل ويتس 20 مثلا او 200 بكس. يقبل ويتس. انا عايز اعمل الحركه دي بدون ما استخدم الديسبلاي اللاين بلوك. قال لك بص سرع سله امسح الديسبلاي اونلاين بلوك دي وتعالى ايه؟ كده الطبيعي بتاعهم يظهر ازاي؟ تحت بعض كده جابلين بالويتس والهايت لان هم بلوك فيحس بالويتس ومين؟ بالهايت. قال لك ايه رايك لو جيت على بوكس 1 دي اللي هو واخده لونه اصفر ده وقلت له فلوت خاصيه اسمها مين؟ خاصيه اسمها فلوت. انت عايزها تيجي فين؟
رايت، رحت قلت له فلوت رايت، يعمل ايه؟ اخدها فين؟ على الجانب الثاني في الحته اللي هناك دي، صح؟ طيب رحت خدت دي كده البوكس الثاني ده قلت له فلوت رايت، ايه اللي يحصل؟ فلوت رايت فلوت رايت، الاثنين جنب جنب بعض. في حاجه غريبه حصلت، حاجه غريبه مش مداخله دماغك انت كده، هو ليه عمل ليه كده؟ اقول لك صلى على سليمان، انا عندي الدب في الاولاني اهي، البوكس بتاعه بدل البوكس، انا عامل له فلوت رايت اهو، وادي فلوت مين رايت، مسحتهم كده، المفروض الدفلت بتاعهم تحت بعض، صح؟ تحت بعض. تعال الاولاني ده اللي هو الاول واحد ده البوكس واي ده، وقول له الفلوت بتاعه ماله رايت، الفلوت بتاعه ماله رايت، اول ما قلت له فلوت رايت راح جه هنا، والتاني ده طلع مكان. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كالتالي، السبوره كده علشان ما تتلخبطش في اللعب، عمل اللي احنا بنقوله، اول ما اجي هنا كده واعمل دب او اي اليمنت فلوت، اللي جنبه ما يحسش بيه، اللي جنبه ما بيحسش بيه، يلف حواليه يلف حواليه اكنك ما شافش حاجه، يلف حواليه. ولو هو اللي جنبه ده واخد فلوت، لو الاثنين واخدين فلوت، لا ركز في الحته دي، لو الاثنين واخدين ايه؟ فلوت في الحته دي، في الحاله دي عكس من الصفحه نصين، واقول لك لو دي واخده فلوت واللي التانيه اللي جنبها واخده فلوت، في الحاله دي بيحصل حاجه مش مختلفه شويه. ايه اللي بيحصل؟ الفلوت يسال الفلوت جنبك مساحه هقعد فيها؟ يقول له اه، ادخل جواها. ما لقاش ينزل تحت، لا ما فهمتش حاجه. لو انا عاطي دب فلوت، لو اللي جنبها مش واخده فلوت تلف حواليه، ما احسش بيك مش شايف. التانيه لو واخده فلوت يسالها الحته اللي باجي من عندك دي هتكفيني؟ لا مش هتكفيني. فالفلوت هو بيعمل ايه؟ بوكس كده، البوكس ده لازم يتحط في الحته دي. بص، عشان هما الاثنين واخدين فلوت، فدي ودي واخدين فلوت، فاو دي مش واخده فلوت؟ دي واخده فلوت، دي مش واخده فلوت. واحده واخده فلوت واحده مش واخده فلوت؟ باراجراف عشان نطلع من حوار هلو كول اهو، والفلو بتاعهم راح ليفت، الفلو بتاعها ليفت، اه اهو ده اللي حصل، اه الفلو رايت صح؟ رايت صح؟ طيب تعال خليه يبدا من خليه رايت، مش مشكله رايت، مش مشكله سوي، تعال نكتر الكلام، خليته رايت اهو صح؟ اروح اللي بعديه كده، تعال نكتر الكلام هنا كده، نكتب لورن، نكتر الكلام تاب، وتعالى هنا كده يا شباب، انا قلت لك اللي لما يكون حاجه واخده فلوت اللي بعدها بيحس بيها، اللي بعدها ما بيحسش بيها يلف حواليها. يعني ايه يلف حواليها؟ انا مش شايف، ما يسالهاش، ما يقولهاش انت عندك مكان ولا ما عندكيش. هل البراراف ده واخد فلوت؟ ايه اللي حصل؟ البراراف ما سالش، البراراف قال لك بص اركنك على جنب، تعال ندي البراراف فلوت والدب فلوت، يردوا على بعض ويسالوا بعض، يا دب يا براراف، انت يا دب، هل انت عندك مكان يشيلني؟ هل المكان ده يقدر يشيل البراراف؟ هل يقدر ولا لا؟ واسال، هل البراراف ده لو عملته كده بوكس كده، هل لو عملت بوكس كده الحته دي هتشيله؟ لو انا عملت فلوت هو يساله كده، هل الحته اللي قاعده لك دي يا فلوت هل مكفياني؟ تقول له لا، تقول له خلاص ابدا من تحت هنا كده شويه، يروح يبدا من تحت كده ويبقى فلوت. تعال نطبقها ونجربها. طيب لو سال السؤال بقى، سال السؤال وكان الكلام ده كلام صغير، يسال الفلوت يا فلوت انت عندك مكان يكفيني؟ فين المكان الصغير؟ يجيبه ولا ما يجيبهاش؟
وده اللي حصل لما انت قلت لي وعد اقدر فلوس وعد مش هقدر فلوس. ما هو سالها طلعت لها مكان فراح حطها. طب تعالى كده نجرب كده نخلي الكلام صغير اهو الكلام سطر واحد. هل الحته اللي باقي تشيل السطر ده ولا السطرين دول؟ لو هو في مكان يشيلها راح اعمل ايه؟ جي جنبها صح كده؟ في مشكله في كده؟ هو كده سألها انا مش واخد فلوت بقى البراغراف مش واخد فلوت كده كده هيلف حواليها. تعالى ندي البراغراف فلوت بقى. ايه رايك لو حطيناها هنا في الستايل هنا جواها عشان ما تتعودوش على الطريقه دي؟ انا مش عايزك تكتب اونلاين خالص. فانا اقول له هنا باراجراف وخد فلوت ايه؟ ليفت رايت مش هتفرق ليفت هيجي هنا رايت هنا. فانا اقول له فلوت مين؟ ليفت. في الحاله دي يعمل ايه؟ ده فلوت وده فلوت يعملوا ايه؟ يرد على بعض. المكان اللي قاعد عندك ده يكفيني بس مين يسال مين؟ اللي جه الثاني يسال الاولاني. يعني دلوقتي الباراجراف هو اللي جه بعد الديف ولا الديف اللي جه بعد الباراجراف؟ لا الباراجراف يسال الديف عشان الديف جه في الاتش تي ام ال الاول. الباراجراف يقول لي يا ديف المكان اللي انت سايباه يكفيني؟ طب ليه اسالها؟ عشان الاثنين ايه؟ عشان الاثنين واخدين فلوت. الاثنين واخدين فلوت. في الحاله دي المكان فعلا قبل ما اعمل ريفريش هو كده كده المكان شايلها. ايه ده؟ المكان ما شالهاش؟ المكان ما شالهاش. صغر الكلمه بقى. عامل لها فلوت ولا ايه؟ ايوه هو كده. ماشي ما هي بوكس على بعض. الكلمه صغرت اهي. بس المفروض البراغراف ما ياخدش ده كله يعني. ده هي كلمتين. تعالى اكتب الكلمه دي مرتين ولا ثلاثه اهو. ممكن يكون السطر يكون اكبر شويه. اهو كلمتين اهو صغيرين. اهو يفضل عادي مفيش مشكله. لو نزلت كده كده مظبوط. امال ايه الاولانيه ما كانش في بريك؟ مش في بريك فهو معتبر السطر جدا. طيب تعال نكتر الكلام. لو كترنا الكلام كده مفيش مشكله. امتى يحصل مشكله؟ بص الكلام لو كتر بقى. الكلام لو كتر كبر على الحته دي ايه اللي يحصل؟ كلام كتر على الحته دي سالها البراف. خلي بالك اول ما السطر خلي بالك وصل لحد هنا. اول ما السطر وصل لحد هنا ده فلوت هو على بعض على بعض. فاول ما لقاش مكان راح عمل ايه؟ ابدا من مين؟ من تحت. ابدا من تحت عشان تاخد مين؟ فلوت. اسال سؤال بقى لو انا حشت للبراف ده الفلوت بتاعه. لو انا حشت للبراف ده الفلوت بتاعه ايه اللي يحصل؟ البراف في الحاله دي مش هيسال. البراف هيلف حوالين مين؟ حوالين دي. اعمل ريفريش تفضل تكمل 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 عادي هيلف حواليك صح كده؟ طيب لو انا قررت الديف دي الاول فين الديف دي؟ بوكس 1 وخدت دي كده بوكس 2 وعملت كده بوكس دي 2 بعد اذنكم وقلت هنا بوكس 1 فلوت رايت وبوكس 2 فلوت مين؟ ليفت. عملت ريفريش الكلام يجي في النص هنا. انا حشت ايه؟ حشت منه الفلوت ما انا مش كاتب للبراف ايه؟ فلوت. تعال نكتر الكلام ده نخليك تيجي. هل هيسال؟ هل هيسال ولا مش هيسال؟ مش هيسال خالص. اهو بص مش بص اعمل ريفريش هيتملى حواليه. ليه؟ لان هو مش فلوت. فلو هو فلوت بقى حط له السين اعمل في اعمل في اعمل في شوف ايه اللي هيحصل في البراراف. ايه اللي هيحصل في البراراف؟ لف 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 هو كده. تعالى ادي للبراراف دي فلوت. انت تتوقع من غير ما اعملها اللي هيحصل؟ مش هيلاقي الحته دي تكفيه يروح يعمل ايه؟ ينزل يبدا من غير في مشكله في النمط ده؟ مفيش مارجن على الشمال. مفيش مارجن على الشمال. مارجن ايه؟ لا ده هو بيلف حوالين على الشمال عشان عند الاصفر دي. ها؟ لازق فيها كانه لا ده عشان السطر بص والسطر الثاني جاي هنا عشان السطر بص اهو بالظبط. لا هو كيس البوردر بتاع اليمين بتاع البوكس لازق لازق ده؟ هو بادئ فين وانت بقى تقول له مارجن زيرو مارجن اثنين مارجن ثلاثه في مشكله في كده؟ طيب حد يقول لي دي معموله ازاي؟ دي عباره عن ايه؟ ده عبارة عن ديف واخد فلوت ليفت ودي كلها عبارة عن ايه؟ ديف واخد فلوت مين؟ رايت. ما تيجي نعملها كده مع بعض نعمل الشكل ده مع بعض
في ديمو كده خمسة ولا هي نفس الكلام ده؟ تعالى ممكن نخلي دي ازاي؟ الشكل بتاعنا ده عايز اكبرها كده اعمل ايه؟ اكيد ده هايت. فين بوكس اللي واخد اصفر ده؟ اقوله مين؟ هايت 600 بكسل. بدا ايه؟ فيلكس. وتعالى بقى اللي واخد احمر دي نقول له مش هنديها اي حاجه ونحوش البراغراف. نحوش البراغراف احنا فهمنا الفكره بتاعته. لا انا عايز اللي واخد احمر دي تاخد المساحه كلها. نعمل ايه؟ المساحه اللي قاعده المساحه دي كلها نعمل ايه؟ ده انا ممكن اعمل حاجه كويسه. بدل ما اقول له هنا مش واخده ويتس، هو الويتس بيتاخد على حسب مين؟ الكلام اللي اعطاها ويتس ولا في حاجه اعطاها ويتس فيهم؟ هما الاثنين واخدين ويتس واخدين الاثنين ويتس 200 بكسل. خش كده الويتس بتاخد على حسب مين؟ على حسب المحتوى. ايه رايك لو عملنا كده؟ للبوكس 1 الويتس 80% قاعد من ال 80 كام؟ اقول لها الويتس 80% قاعد 20. انا اقول 18 واقول لك ليه؟ المرة الجاية لا عشان في بوك بوردر كده 18% معلش انا اسف في ممكن تقبل وعد تاني. انا لو عملت 20 في 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 بوردر. البوردر ده بياخد ايه؟ بياخد مساحة. البوردر ده بياخد مساحة وانا اعرف الكلام ده قديم. تلاقي البوردر بياخد 2 بكسل 2 بكسل 2 بكسل مش لاقي له راح نزل تحت. مش قلت لك لو دي واخده فلوت ودي واخده فلوت دي صلبه البوكس خدت. عشان تنهي الموضوع ده وقول له ما تاخدش مساحه في خاصيه اسمها بوكس سايزنج هنتكلم عنها كتير اسمها بوردر بوكس. دي ما يخلكش تاخد بوردر من بره تاخد بوردر من جوه. بس هو في ايه تاني؟ ناخدهم دي كده مشتركه بقى. وعلشان ما الحته دي بتضايقني كتير بعمل شيفت 8. دي معناها ايه بقى اللي انا عملت السيلكتور ده؟ كل العناصر عندي تاخد بوكس سايندنج كام؟ وتاخد بادنج زيرو. يعني ايه بادنج زيرو؟ مفيش مسافه بينها. طب انا مش عايز اخلي بادنج زيرو خليها كده سيبها كده. شفت الحته السطر ده؟ عارف معناه؟ اللي انا كتبتها الخاصيه اللي انا كتبتها دي؟ عايزين تفهموها على دي؟ صلى على السلم. ده واخده بوردر كام؟ 1 بكسل، 1 بكسل 1 بكسل 1 بكسل يبقى كام؟ 4 بكسل. انت جاي لي دي خدي 80% اروح اخلي ال 80% وزي الفل. فاضل كام؟ قاعد 20 بكسل الا 4 بكسل 20% الا كام بكسل؟ ما لقاش مكان نزل تحت. اول ما قلت له خد الخاصيه اللي اسمها بوكس سايزنج بوردر بوكس البوردر ده حضرتك ما تاخدوش من بره، خده من ال 20% بتاعتك او خده من الويتس بتاعك. وانت حضرتك قلت له برضه البوكس سايزنج بوردر خد البوردر من الحاجه بتاعتك. تمام؟ اتفضل. ماشي. خد البوردر من مين؟ من الحاجه مش البوردر بس، البوردر والبادنج. البوردر والبادنج. لا البوردر والبادنج بس، صلى على رسول الله. طب ما تيجي نشوف، ما تيجي نشوف. أنا هاجي على بوكس 1 دي بعد إذنكم أحوش الخاصية اللي أنا كتبتها دي، أحوش مين؟ الخاصية اللي أنا كتبتها اللي هي مهمة بالنسبة لي. تعالى اللي واخدة لون أحمر كده وبدل ما نقول لها ويتس 80% تعالى نقول ويتس 500 بكسل. الويتس كام؟ 500. وتعال نقول لها خدي بوردر 5 بكسل سوليد. ركز معايا اللي واخده لون احمر انا اقول له 5 بكسل كام؟ سوليد. وتعالى نعمل ريفرش. كليك يمين انسبكت اليمنت. اقف كده على الويتس بتاعها الرقم تحت اهو. الرقم دي كام؟ 500. في كام؟ هو الويتس زي الويتس
امال البوردر واخده منين؟ ده البوردر حالك واخد 5 واخد كام؟ 5 واخد 5 واخد مش البوردر من جميع النواحي؟ خلي بالك انت ممكن تقول بوردر ليفت يديك بوردر من الليفت بس، تقول بوردر رايت يديك من الرايت بس، تقول بوردر باطن يديك من البطن بس، وممكن تعمل بوردر من هنا بلون ومن تحت بلون ومن فوق بلون وكذا لون، مش مشكله دي. المهم واخد 5 واخد 5 واخد 5 واخد 5 صح؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب ال 500 نقصت حاجه؟ رحت جيت اللي واخده لون احمر دي وقلت له الخاصيه بتاعتنا اللي هي اسمها بوكس سايزنج بوردر بوكس. اعمل ريفريش وقول لي ايه اللي لاحظته. 490. ليه 490؟ 5 و5. خد البوردر 5 راح خده منه. انا قلت له ضغط انت لو هتاخد بوردر خده من نفسك من جواك ما تاخدوش من اللي حواليك. راح خد الخمسه من هنا وخمسه من هنا بقت كام؟ 10. وانت قايل له الوكس كام؟ 500. راح خصم 10 من 500 بقت كام؟ 400. 490 صح؟ في مشكله في اللعبه ده؟ يبقى فايده البوكس سايزنج ان البوردر والبادنج يتاخد من مين؟ من الدب نفسه. ولذلك يا شباب لما تلاقي لما تلاقي مثلا الدبات واخده بوردر وتقول لي ده 20% ودي 80% ما يجوش جنب بعض ابدا. ما يجوش جنب بعض، ليه ما يجوش جنب بعض؟ عشان ما فيش مكان. دي واخده بوردر، عارفه لو مش واخدين بوردر؟ عارفه لو مش واخدين بوردر؟ ماشي 20 و20 هيجوا جنب بعض، ولو مش واخدين بادي برضه هيجوا جنب بعض. فاهم قصدي؟ ولاحظ ان في يعني على سبيل المثال تعال ندي بادنج للقشط اللي هو الاخضر احمر دي بادنج. لو انا قلت له بادنج 2 بكسل لا سيبه 2 بكسل اعمل ايه اللي حصل؟ 486 راحت فين الاربعه؟ راحت فين؟ 2 بادنج من هنا و2 بادنج من هنا وعندك 5 و5 10. يبقى البوردر والبادنج بيتاخد من جوه. لو حشنا الخاصيه اللي هي اسمها بوكس سايزنج دي ايه اللي هيحصل؟ ال 500 هيتاخدوا خد من بره خد من عند البادي مالكش دعوه بيا. كنترول اس هتلاقي ال 500 ال 500 عشان خصمت مين؟ ولذلك احنا بنيجي فوق نريح نفسنا نعمل استريك. يعني ايه استريك؟ كل الاليمنت عندي ديفات اليمنت لايبل اتش 1 اتش 2 واعمل استر كده واقول له ايه بوكس سايزنج. انت تعملها في السايت بتاعك وتلاقي دماغك عشان لو تقول ايه ده البوردر خد من بره البوردر خد من جوه بعمل شيفت اول ما افتح الصفحه شيفت كده استر كده بوكس سايزنج ماله بوكس سايزنج الخاصية كده بدل ما اديها لكل واحدة بطلع على النشمة دي واقول له كده، معناها ايه كده؟ كل الخصائص هتاخد من جواها. طيب وراعي ماشي وراعي ظروف بقى اتش 1 واتش 2 وتكست والباراجراف والكلام ده. ما تديهمش بادنج تديهم واخدين ديفولت ازاي؟ هلو اتش اتش 1 تعالوا نشوف دي كده اللي هي الاتش اتش دي. كليك يمين. طب حد يعرف هي جت لي هنا؟ لا هو في هي المفروض تلف حواليها ما هي مش واخده بقى مش واخده فلو المفروض كانت تلف حواليها الفكره بس عشان ايه؟ الكلام مش ما فيهوش اسطول. بص عارف لو في مسافات اهو هو المفروض يلف حواليها المفروض يلف حواليها بس عشان هو الكلام ما فيهوش مسافات فما عرفش ان هو ايه يعمل رابط. لكن لازم اللي انت عارفه ان لو هي واخده فلوت مش هيلف لا هو المفروض يلف سواء الكلام ده كتر اياك يكون 50 سطر اياك يكون 100 سطر ما هو مش واخد فلوت وده مش واخد فلوت ما هو دي فايده واحد يكون فاهم واحد مش فاهم والله هتفضل تشد في شعرك ايه دي جابت منين وراحت فين انت مش فاهم اللي بيحصل لكن انت فاهم يعني ايه فلوت فاهم يعني ديسبلاي لاين فاهم يعني ايه اللي احنا بنقوله ده كله فاهم يعني ايه بوكس سايزنج تخش من جوه كتير جدا ديزاينر كم واحد شغال مش كل الناس شغال كله قاعد انا خدت كورس الحمد لله كورس 100 100 في الديزاين
خد اعمل الكلام ده. لا بص انا في الديفلوب حلو، اعمل الديفلوب ده. بص انا الديفلوب على جد، انا بص انا في الحاجه الجاهزه حتى بعمل لي الحاجه. بص انا جرافيك يا عم. طب بص اعمل لي بص والله بص انا من هنا على هنا على هنا، بص ممكن اعمل لك ستايل حلو. فهو انت لما تحترف حاجه احترفها صح خلاص. طيب اعمل كده. اسال سؤال بقى، لو اعطيت دي فلو ايه اللي يحصل؟ تسال، لا تسال الاول، تسال الاول في مكان مفيش ارجع خلاص. طيب فين الخاصيه اسمها اكسسايزنج؟ فهمناها ولا لسه؟ ولذلك هنا حوش الاتش 1 دي. الاتش 1 انا كنت بشرح اتش 1 كليك يمين انسبكت اليمنت. انا عديتها بادنج، عديتها بوردر، واخده ميرجن كام؟ 21. ملهاش بادنج، مش واخده، مش واخده، بس هي الديفولت واخده كام؟ ميرجن 21. هي من نفسها كده واخده ميرجن. وفي ديفات ثانيه زي البراف تلاقيها واخده بادنج، يعني مثلا زي البراف تلاقيها واخده بادنج. ففي ديفات تلاقيها واخده بادنج، وفي ديفات تلاقيها واخده ايه؟ ديفولت ميرجن. فانت مش هتحفظهم، بس انت عارف بادنج يعني ايه وميرجن يعني ايه. طيب البادي واخد بادنج ولا مش واخد؟ طب واخد ميرجن ولا مش واخد؟ البادي، البادي نفسه، مش البادي كده في 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 مساحه دي. احنا مش عايزين المساحه دي. واخد ميرجن. لو انت عملت البادي انسبكت اليمنت كده هتلاقيه واخد كده ميرجن كام؟ 8 8. احنا عايزين نلغي الكلام ده. فاحنا دايما واحنا بنفتح السايت تعمل كده بقى نجمه بوكس ساينز جمال، وتيجي تمسك البادي وتقول لها كده بص المارجن زيرو. يعني ايه المارجن زيرو؟ يعني الاليمنت ما تبعديش عن الاليمنت، ما تسيبليش المسافه اللي انت سايبها دي. خلي بالك بص هنا، بص العناصر جنب بعض اهو، ما فيش المسافه اللي احنا شايفينها دي. اي ويب سايت ما تلاقيش فيه المسافه دي. عندنا الدنيا بايظه شويه، في مسافه اهي، في مسافه اهي. فانا قلت له مارجن كام؟ انت مش كده كمان، وروح ادي له بادنج زيرو. دايما هتلاقي تكتب الاربع خصائص دول او الثلاث خصائص دول في اي صفحه هتلاقيك انت بتعمل. والله وبعد كده حبيت اعمل بادنج لحاجه غيرها انت بقى، حبيت اعمل ميرجن لحاجه غيرها انت، حبيت اعمل بوكس سايزنج ما انا كاتب شيفت اهو، لا انت قول له بوكس سايزنج بقى بدل بوردر بوكس، قول له ايه؟ كونتنت. من ما هي بتاخد كذا قيمه مع بوكس سايزنج. كونتنت بوكس، كونتنت بوكس يعني ايه؟ مالكش دعوه بالكونتنت بتاعي. اما البوردر والحاجه بتاعتي لا، خدها من نفس الحاجه بتاعتي، خدها من المحتوى بتاع البادي. كونتنت بوكس يعني من البوكس نفسه. لكن انا قلت له كنترول واي كنترول زد، قلت له بوردر بوكس كده، خد من البوكس نفسه من داخل البوردر. الكونتنت ده ده الديفولت بتاعها. ها ده الكونتنت هياخد منين؟ تعالى كده كونتنت بوكس. هو كده مش هتلاحظ عشان لازم نعملها 20% و80%. الكونتنت هياخد من المحتوى بتاع البادي مش تبعنا، اللي هو الديفولت اساسا. يا كان الكونتنت بوكس من داخل البوكس نفسه، اللي هو احنا دايما نختار كونتنت بوردر بوكس. دايما ناخد مين؟ هنختار مين؟ خاصيه اسمها بوردر بوكس، يعني من داخل البوردر بتاعك. اعمل ريفريش. طيب دايما بنعمل البادي مارجن زيرو بادنج زيرو. ايه ده؟ انتوا شايفين اللي حصل؟ في ايه؟ مسافه فوق اهي. جايه منين المسافه دي؟ الانسبكت اليمنت يقف على البادي مش واخده حاجه، يقف على الدف واخده مارجن ولا حاجه مش واخده. امال دي جايه منين؟ تعال نقول له هنا برضو جايه منين؟ في مسافه فوق دي. من الاتش 1، من الاتش 1، من الاتش 1 بياخد ديفولت مارجن كام؟ 5 بكسل. فراح ننزلهم تحت تمام؟ بدا الحوار ده. عايز احوش دي بقى، عايزين نمسح الاتش 1 دي. ازاي امسحهم؟ تعالى
تعالى امسح الاتش 1 دي اللي هو الكلام اللي انا كاتبه خلاص ده، وتعالى الدف الكبيره دي ونخليها تاخد السايز ده كله. ازاي اخلي الشكل الاحمر ده ياخد السايز كله؟ انت مش جاي ده 20%، يبقى اللي قاعده كام؟ فين بقى ال 80؟ ادي 20%، يبقى الثانيه قاعده كام؟ ويتس فين؟ انا كنت بثبتها عشان نعرف البوكس سايز. فهمناها طيب يا شباب؟ قول له مين؟ 80%. 80% و 20% بقت 100% هيظبط لك بالشكل ده. طبعا تخش البوردر بقى، احنا البوردر بس عشان نشوف الدنيا فيها مش هيبقى فيه بوردر، وحوش البوردر بتاع من الحاج ده فين؟ مفيش بوردر هنا؟ في بوردر على الكل، قول له كنترول اس، اعمل ريفريش. الويب سايت ده يلا تتعمل؟ تعرف تعملوه؟ زمايلكوا على فكره عاملينه في القاهره، هوريكوا الشكل اللي هم عاملينه دلوقتي. التقسيم اهم من اي حاجه، التقسيم اهم من اي حاجه. تعال نشوفهم مقسمين ازاي. بس قبل ما نشوفهم مقسمينه ازاي، تعال نطلع على زمايلكم وصلوا بحاجه زي كده ازاي. سينيور ستيبس هم في جروب اسمه فرايدي، لسه كانوا معايا امبارح. تاسكات بتاعتهم انا مش عارف كلهم عاملين الحاجه ده نفسه. انا هفتح اشوف اي واحد فيهم، تمام؟ بغض النظر عن اللي هو سايب المارجن دي، سايب او عامل مارجن مش عارف ليه، ده غلط. المفروض دي تيجي هنا كده بدل ما هو عامل مارجن، لكن هو نفس ايه؟ نفس العناصر، نفس الكلام ده كله. عنده مشكله هنا، تمام؟ بغض النظر عن المشكله اللي عنده، بس ان هو عارف يجلد حاجه زي كده كويس، تمام؟ زمايلكم برضو مش مستكفين بكده، عاملين حاجه زي كده مثلا. ده انيميشن، تمام؟ هم واخدين حاجه اسمها انيميشن، انا لسه شرحها. بنعمل ايه؟ بص تحس ان ايه؟ حد دخل على سينما فور يو، تخش على سينما تلاقي نفس الشكل بالظبط، قال له تعمل كده تلاقي الصوره طارت منك كده، صح؟ فده شكل انيميشن. استمتعوا بالانيميشن لما ناخدوه، تحس ان السايت بقى له روح كده وحاجه، سي اس اس انيميشن. طيب هتلاقي زمايلك تاني ممكن يكونش عنده عيب، ممكن يكون في عامل دور سكرين، ده انيميشن برضه. فده تاسك لزميلكم في يوم واحد بس، فعشان الناس اللي بتزعل بدي تاسكات كتير مثلا على الجروب فلاقيش تاسكات، فالنتيجه بتاع التاسكات كل ما تعمل تاسكات كل الشغل. لكن عندك معلومات تكتب فارق، تكتب فارق، تكتب فارق، اكتب للصبح، مش بالورق، خلاص. فالتاسكات بالله عليك تتعمل. طيب التاسك اول تاسك اهو، لا معاك، انا هشوف دلوقتي خدها على الفلاشه وبكتب تاسك باسمك كده كل شويه من الهي. كله تاسك عامل. حد يقول لي دي بتتقسم ازاي؟ تتقسم ازاي؟ حضرتك هتشتغل ويب سايت، حضرتك لو هتشتغل ما تيجيش عند الكود واقفل الجهاز واسكت، شوف اللي انت عايز تعمله الاول. تيجي هنا كده على ورقه، على فوتوشوب، على رسام، وحد يقول لي تقسيمه الحاجه دي ازاي؟ الشكل ده عباره عن ايه؟ اللي من فوق ده اول ما تلاقي واحده يمين واحده شمال يبقى دي واحده ودي واحده، وهما الاثنين في كونتنت واحد. ده ما فهمتش حاجه. دي كده في ديف كبيره لوحدها. في ايه؟ في ديف كبيره لوحدها. يعني ادي الديف هنا وسميته كلاس اسمه اللوب. عطيته كلاس اسمه ايه؟ اللوجو. هتاخد كلاس اسمه اللوجو عشان اعرف امسكه. جوه اللوجو ده في كلمه مكتوبه هنا وفي كلمه مكتوبه هنا. قال لك على طول تروح تحط جوه الدف الكبيره دي دف ثانيه تاخد فلوت، ودي دف تاخد فلوت، دي تاخد فلوت رايت، ودي بتاخد فلوت مين؟ تظهر لك بالشكل ده. خلصنا الجزء الاول. خش على الثاني. ده عبارة عن ايه؟ الدف. انا لو مش عايز استخدم الدف كتير، في تاجة تانية اسمها سيكشن. تاجة اسمها مين؟ سيكشن. ممكن لو بس لو استخدمت دفات مفيش مشكلة. وفي تاجة تانية اسمها السايت، تمام؟ السيكشن دي لو مجموعة دفات في بعض. سيكشن مجموعة دفات في بعض بتحكوها.
خلاص؟ والسايد زي السكشن بالظبط. مجموعة الضفاف مع بعض، بس أنا لو مثلا عايز الحتة دي كلها ما أحطهاش في درب، ممكن تحطها في درب مفيش مشكلة. يقول لك بص إيه رأيك لو حطيناها في سكشن وسمينا السكشن دي اسمه كونتنت للمحتوى؟ يعني جوه السكشن ده أعمل درب ودرب. طب ليه؟ عشان يبقى أنا عندي سكشن للهيدر، سكشن للكونتنت، سكشن لللينك. طب ليه بنعمل كده؟ عشان ليه يشتغل ورانا، أو أنا بعد ما أشتغل أنا الصفحة بتاعتي عبارة عن سكشن وسكشن. سكشن وايه؟ وسكشن. ولما تيجي تشتغل يا شباب تيجي تعمل كده هنت لنفسك، والله فين ال HTML بتاعي؟ أهو ده اللي فيه اللينكات صح؟ أجي أعمل له كده. السكشن ستارت ستارت سكشن لينك. وأعمل كده. كومنت. وبعد ما يخلص السكشن ده وروح أعمل له كده وأقول له مين؟ اند زي ما هي بالظبط كده واقول له مين؟ اند سيكشن. خلي بالك الويب سايت بتاعك لو انت جيت تبيعه او تيجي تعمل ترفع على سين فورس لو ما لقاش عامل هنت زي ما انا بعمل كده بدايه السيكشن نهايه السيكشن بدايه الديف نهايه المنيو جافت المنيو جافت ما بيشتروش. يقول لك ظبطت الحاجه بتاعتك وانت هتسيبه لي مين هيشتغل وراك؟ محدش فاهم حاجه. هيلف وراك في السي اس اس اي 2 تمام؟ يبقى لو انت عندك حاجه هتحط فيها اكتر من ديف حطها في سيكشن. طيب حد يقول لي دي معموله ازاي؟ ممكن ديف او ممكن سيكشن عادي ديف معمول حلو. طب الديف ده في شويه مجموعه ايكونات اهي وشويه هنا عامل فيهم ايه؟ لا سيبك من الكلمه دي هنجيبها صور حطها صور مش مشكله بس انا عايز اجيب حاجه يمين وحاجه شمال اعمل ايه؟ خلي بالك ده مش الحل البديل ده احنا الحاجه اللي في ايدينا دلوقتي الحاجه ما هو في فليكس وفي حاجه اسمها ديسبلي فليكس وفي حاجه اسمها فلوت وفي حاجه اسمها بوزيشن بس اللي احنا خدناه دلوقتي اللي ممكن نعمل بيه الحاجه قدامنا ايه؟ فلوت. بس اعمل ايه؟ والله بص لو عملت ديف وعملتها فلوت وعملت ديف وعملتها فلوت مش هديك بالشكل ده لازم هما الاثنين يبقوا في دفع عشان هما الاثنين واخدين نفس الباك جراوند صح كده؟ فايه رايك لو عملنا كده سيكشن كبير وسميناه ده المنيو فعل المنيو صح؟ وجيت حطيت على كلاس اسمه منيو كلاس اسمه مين؟ منيو او سيكشن خليه سيكشن بدل ما اعمل ديفايبر وجوه المنيو دي فين؟ ديفايه فيها لينك لينك اثنين لينك ما تملكش دعوه باللي هذه دي جافا سكريبت سيبها دلوقتي انا عايز لينك ادوس عليه لينك ادوس عليه لينك ادوس عليه يبقى هنا في ديف فيها مجموعه لينكات ايه 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 واخد الفلوت ايه؟ انا بقسم معاك عشان انت لما تروح تقسم تعرف تقسم والثانيه دي الثانيه اللي هو ده والله انا دلوقتي مش عارف ما هم ايقونات لما ناخد الايقونات اللي عارفهم يعملهم صوره شكل نجيبها على جوجل وصوره ثانيه بس هم الاثنين موجودين في مين؟ فيديو وحركت الديف وقلت له فلوت مين؟ رايت كمل معايا حد يقول لي دي هقسمها ازاي؟ معلش لو عملت مثلا ديف كبير بدل السكشن برضه هي هي مش مشكله انا عملت سكشن بس عشان اللي يجي جنب بس عليا لما اعمل ده هيدر او لوجو عارف ان الديف بتاع اللوجو لما اعمل اللي تحت الفوتر فاللي يجي هيعرف فوتر يعني تحت لما اعمل سكشن هم ثلاث اربع سكشن فيخش جوه السكشن لكن الديفات ما فيش مشكله زي الفل مهندس محمد ازاي ممكن اشوف الدنيا دي كده اللي هو ده وده عاملها ازاي؟ طيب هل تتوقع ان هو عامل ديف في اثنين ثلاثه؟ جارة. زي ما الباشمهندس قال كده عامل ديف كبيره حاطط فيها لينكات كده وعامل ديف كبيره حاطط فيها المحتوى ودخل جوه الديف الكبيره وبدا ان هو ايه؟ يقسم عشان بقى جوه الديف الكبيره دي ابدا اقسم بقى اقول انا عامل كده والله الديف دي تيجي هنا كده بدات ان انا اقسم واقول له ديف لوت رايت في الليفت ودي كلها عباره عن سيكشن او ديف مش مشكله تعال نخش جوه شروط دي اعمل فيها ايه؟ دف كبيرة
بعملش فلوت ليفت وفلوت رايت في الحته دي. ممكن اقول له ويتس 50% ويتس 50% تنفع تشغل. يعني ايه؟ في حاجه ممكن تتحل بالفلوت احلها، في حاجه ممكن ما تتحلش بالفلوت اظبطها انا كده صح؟ واقول له هنا تاخد ويتس 50% ويتس 50%. كمل انزل تحت. طبعا المحتوى ده ممكن تشغله في اي كلام، مش لازم يطلع بالاسطمبه دي. انا مش عايز احط لي صوره وصوره، مش لازم تطلع. اهم حاجه التكسيمه لسه احنا ما خدناش في السيسس حاجه. كمل. هعمل ايه في دي؟ برضه دبايه ودبايه، بس كلهم واقفين في دبايه. طب ليه؟ عشان حتى هم واخدين بص باك جراوند ايه؟ مسك الابر جراوند والباك جراوند جرين. اما الدفاعي دي فيها شويه حاجات والدفاعي دي فيها شويه. اكمل ولا خلاص بتعرف تتجسم ازاي؟ الدنيا زي الفل صح؟ اي سايت قدامك كده حطه قدامك كده، هو ده التكسير. لكن ابدا اخش بص تعالى ابدا طب يمين شمال بوكس، مفيش الكلام ده. ارسم على ورق وابدا اشتغل. ده اول تاسك لكم. انا عارف ان هو مش هيطلع بالجوده دي، بس هنحسن فيه. احنا ما خدناش حاجه، ده خلي بالك عشان نوصل للمرحله دي في القاهره احنا قعدنا كتير جدا عشان نديكم التاسك ده. ده كانوا واخدين انيميشن، كانوا واخدين كذا، بس يعني حاسس ان انتوا عندكم حماس اكتر، حب اكتر للديزاين. في ناس عندها ما شاء الله خلفيه، ما شاء الله ما بخليش حد يشتغل بيدي كتير في البيت، بتعملوا تاسكات بس اللي طالبوا التاسكات بتتعمل ولا لا؟ طيب ممكن بعد اذنكم فلاشه كده على بال ما احفظ فلاشه تلف عليكم كل وقت التاسكات. فلاشه واعده تاخد التاسكات كلها بعد اذنكم. انا هنهي بدري النهارده. فلاشه واعده ايه؟ على التاسكات كلها. طيب خد يا هتحط على تاسك، حط التاسك بتاعك وادي لزميلك عقبال ما احفظ لكم الفيديو عشان عايز التاسكات بتاعتكم. انت ماشي؟ حاضر ماشي حاضر. التاسك اهم من اي حاجه. ممكن تحط